من ولاية سجدة. قام وزير التكوين والتعليم المهني ياسين مرابي أمس الاثنين بزيارة عمل وتفقد إلى مؤسسات القطاع. وخلال هذه الزيارة كشف الوزير ياسين مرابي عن فتح تخصص تحلية مياه البحر في دورة سبتمبر المقبل التغطية لمهد غربي. أثناء زيارتي لمؤسسات التكوينية عبر ولاية سكيكدا أسدينا تعليمات وتوصيات لمسؤولي القطاع بالولاية على غرار فتح تخصص تحلية مياه البحر في دخول سبتمبر 2023 تجسيدا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة تحقيق الأمن المائي